مش توقعتش انه يعني موضوع يوصل لدرجة تشابك بالأيدي. احنا معانا يمكن على الهوا هنشوف المشهد اللي حضرتكم ما شفتهوش. طب زميلي بودي طلع كده الفيديو. هو ده يعني انا ما تخيلتش. She be in Jannah with me. I said, are you gonna get there in the first place, bro? She might be there waiting for you and you might be somewhere else. مساكم الله بالخير. جايبين كيكه للبل. كيكه على الزعفران. كيكه الزعفران. يلا يلا. هني العافيه هني العافيه. حق عشاء حق عشاء. ايه طارق كيفك؟ ليك انت جيت لعنا على البيت لهون ومبين مبين اهلك محترمين. اذا بعد بتقول له لابني حسر كلمه جاي بدي خلي الجاي يطلع من بوزك ولا كلمه جاي ما بتقولها لابني. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اوعى تجري بتقولها لابني ولا هالكلمة. بس انت يا طارق محترم ما بتقوله لابني جاي. هاي كلمة كبيرة. هاي كلمة جاي حبيبي. جاي صبي بحب صبي. شو ابني بحب الصبيان؟ خلي امك وبيك يفهموك شو يعني جاي كلمة كبيرة. هاي الكلمة لابني اوعى بعد تجري بتقولها. خر عليك وعفرت نايك بظهرك. روح انقلع نقلع منك لميشو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. قللت صوت الحمار بعطيك هدية. إذا قللت صوت الحمار لك هدية. لا إذا قللت يعني إذا قللت صوت الحمار. إيه إذا قللت صوت الحمار لك هدية. إذا قللت الحمار. إيه إذا قللت الحمار. شيخنا أجينا سؤال ثاني. تفضل. يصير واحد يعني مرته ترقص له هاي تونسو؟ ما بي شيء ما بي اشكال. زين يصير واحد يسمع اغاني؟ لا. تعلم من ترقص له على باسم الكربلائي؟ امشي يلا شو هذا؟ تبغى يوديها لا رمضان رمضان رمضان. اسكت يا اخي اسكت. الله يخرب بيت ابوك. اسكت 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 اسكت. انا بقول لك اسكت اسكت يا لا شيخ. I want my son to be Imam Bukhari, Imam Muslim. Okay, well, let's look at his father. No, his father is Abu Jahl, maybe.